قلم رصاص تعليق على الأنباء كل يوم. الثورة دي كلها طلعت عشان تقول جيل تاني يتولى الأمور. أول مرة سنة 61 أطلع على شاشة التلفزيون، يعني كلام ده من 50 سنة. ست متوسطة كانت الحال قالت لي كلكم مشيتوا سبتوا ثورة وروحتوا. قلم رصاص تعليق على الأنباء لن يكون أقل سخط. قبل ما نبدا بالمحطات الصحفيه والفنيه بدنا نعزي برحيل الصحافي والاعلامي الكبير المصري حمدي قنديل يلي غيبه الموت امبارح عن عمر 82 سنه بشقته من بعد صراع طويل مع المرض. ولد حمدي قنديل عام 1963، ومن بعد انهاء المرحله الثانويه انتقل بالبدايه الى الالتحاق بكليه الطب، انما وخلال دراسته الطب بدا عمله بالصحافه وهو طالب بالجامعة، حيث تم اختياره لتحرير مجلة الكلية، ومن بعدها تنقل بعدة أماكن إعلامية من بيناتها مجلة آخر ساعة ومجلة التحرير. ثق بالمشرط جيب معطفي وأخرج القلم، هز الطبيب رأسه ومال وابتسم وقال لي ليس سوى قلم، فقلت لا يا سيدي هذا يد وفم، رصاصة ودم وتهمة سافرة تمشي بلا قدم. من بعد ما اشتغل بالصحافة فترة طويلة قرر ترك كلية الطب ليلتحق بقسم الصحافة بكلية الأداب، ومن بعد تخرجه من الكلية اشتغل كصحفي بجريدة أخبار اليوم، ثم ترك ليكون مذيع بالتلفزيون المصري، وهون حقق نجاح كتير كبير على صعيد عدة برامج أبرزها قلم رصاص وأقوال الصحف. كتب أيضا حمدي قنديل مذكراته وخلال روايته عن كيف تعرف على زوجته الفنانة المصرية نجلاء فتحي، قالوا بكل صراحة أنه هي طلبت الزواج منه. منشوف كيف وقعت أن هي التي طلبت منك الزواج من 22 عاما. دي بالذات طبعا خليتها تقراها كمان، يعني مش بس استأذنتها في الحكاية، قلت لها أنا كاتب اللي حصل او متصور انه اللي حصل، فصححي لي لو كان في يعني حاجه معلومه ناقصه نقولها، حكايه مش فاكرها انا يعني. طبعا. وهل فعلت؟ يعني فكرتني ببعض الاشياء اللي كتبتها برضو، يعني احنا علاقتنا دي لم اخفي فيها شيء الحقيقه. التي هي يعني شيء جميل، هي سيدة جميلة وعظيمة ومعروفة وبيحبها الشعب المصري وهي زوجتك، فشيء جميل ان احنا نحكي قصة حب او قصة زواج مختلف في مجتمع لا يعترف بمثل هذه الثقافة. فكرة انا سيدة تطلب من رجل ترى انه شخص مناسب فتقول له انا عايز اتجوزك، هذه الصياغة كيف تمت؟ تعرف على نجلاء فتحي بأول لقاء معهم لما كان مقرر أنه يعمل معها مقابلة، وكان خيفان ومتردد لأنه طبعا أخذ فكرة عن أنه هي النجمة الكبيرة، إنما هالمخاوف تبددت كلها من بعد ثواني من لقائهم، لأنه مثل ما وصفها هي شخص متواضع جدا وتلقائي جدا، فكانت لا تمت بصلة مثل ما بيقول للصورة النمطية للنجمة السينمائية يلي كانت أصلا بذهنه. ومن بعد عدة لقاءات وهي وعم تحكي مرة على التليفون بتقول له انا مشيت انا وعم مارس الرياضه اليوم فتره اطول مما قلي بالعاده لانه في موضوع كثير شاغل لي بالي، ولما سالها شو هو هالموضوع قالت له نحن لازم نتجوز النهارده، وهو من كثر تردده قال لها عظيم عظيم. ثم رجع ومن بعد ما تقابلوا ليحكوا عن الموضوع قال لها انه اعتبري انه انا مني موافق على الموضوع، فردت عليه فكرت بالطبع انه يمكن ما توافق لكنك انت بتعرف انه نحن منا بقصة غرام مشتعل، انما ما في بداية اعجاب بعد ما حلنا انه ننغرم ببعضنا، وهذا الاعجاب صحيح انه قوي الا انه لن احزن كثيرا عليك اذا رفضت، لانك ساعتها بتكون ما بتستحق ثقتي برجاحة عقلك، وبالتالي ما رح تكون الزوج المناسب لإلي.
وانا شفت الجاذبيه الفظيعه اللي راحت عليكي، المهرجان كله اتحول هنا. حبيت اقول لك انك منورانا يعني ما تبعديش عننا لان الدنيا كلها بتحبك. الله يخليك يا استاذ حمدي، يعني احنا بنشكرك للمره الثانيه مره في مهرجان اسكندريه، اسعدت الملايين والنهارده بتسعد الملايين في مهرجان القاهره، ووجودها النهارده كبرت المهرجان 180 جدا. وانا طبعا لما قالت لي انا نفسي اروح اشوف اصحابي، فقلت لها انا يعني انزل معاك فورا. انا بشجعها لانها تشوف الدنيا، يعني ما ترجع تاني للدنيا بتاعتها. شفت كم النجوم العالميه اللي موجوده، سلمى حايك وكل النجوم اللي موجودين، هي اللي خدت الجو منهم النهارده يعني. فيعني ده بيدل على ان عايزينك ترجعي تعملي لنا افلام ان شاء الله. انت قمر وفنانه جميله وجواكي موهبه فظيعه وافلامك عايشه معانا، ليه تبعدي؟ الناس عايزاكي. ما كنتش مشتاقه للتمثيل لكن مشتاقه والله. يعني كل الوسط الفني بيوحشوني جدا. إذن إحدى المقابلات اللي جمعتهم سوا بمهرجان القاهرة، بكل الأحوال نحن منعزي الساحة المصرية والعربية بشكل عام، ومنعزي كمان المجال الإعلامي برحيل حمدي أنديل والله يرحمه. رح نتابع بالمحطات الثقافية والفنية، ومنبدأ مع الفنانة ماجدة الرومي يلي رح بتكون نجمة سهرة الختام بدار الأوبرا المصرية بفعاليات الدورة 27 لمهرجان الموسيقى العربية، بتحية تكريمية لوالدها الراحل حليم الرومي. موعد الأمسية التنين 12 تشرين الثاني الساعة 8 المساء على مسرح دار الأوبرا المصرية. تحت عنوان وقود سمعي بيقدم مسرح مترو المدينة أمسية فنية رح تجمع الراب مع العتابة والطرب مع الفنانين جعفر طفار، يوسف سيوف، عمر علي ووائل نعيم. الجمعة بكرة 2 الشهر ابتداء من الساعة 9:30 المساء مترو المدينة. منتابع مع أخبارنا بمناسبة صدور ديوانه الرابع بيروت قصائد في اللا أمان والشغف الصادر عن دار نيلسون، بيدعي منتدى تحولات إلى لقاء مع الشاعر والصحفي والإعلامي اللبناني جهاد الزين. اللقاء رح يتضمنوا 6 قصائد عن بيروت، طرابلس، صور بين الماضي والحاضر. الموعد التنين 5 تشرين الثاني 6 بعد الظهر بمركز ألف بالحمرة بيروت. ومنتابع مع محطاتنا الفنية والموسيقية، ومن محطاته الأسبوعية بيقدم أنتيكا بار أمسية فنية رح بتكون مع الفنان زياد الرحباني. موعدها رح بيكون ب 24 الثاني ابتداء من الساعة 10 المساء. وبخبر أخير تحت عنوان فيروز أغاني فيلم سفر برلك، يقيم الكاتب والناقد الموسيقي الياس سحاب محطة أمسية سماع وتحليل لأغاني الفيلم يلي تم إنتاجه عام 1997 وإخراج عنري بركات. موعد اللقاء رح بيكون التنين المقبل 5 الشهر 7 المساء بالمكتبة العامة لبلدية بيروت بالبشورة. مع فيروز بنكون عم نختم جولتنا على المحطات الثقافية والفنية. هلأ رح نروح لعند جويل نعرف عن أحوال الطرقات.
معنا المشغل جوزيف غاوي من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. صباح الخير. صباح الخير. كيفك اليوم؟ ماشي الحال. يمكن اليوم شوي العجقة أخف من باقي أيام الأسبوع لأنه إجمالا المدارس مفرسين. مظبوط كثير أخف اليوم كمان. تفضل. بلش من مدخل الشمالة مثل ما مبينة حركة سير بلش ناشطة من نهر الكلب باتجاه دبي. ببلش عنا ضغط السير تقريبا من النقاش باتجاه عمة الياس وصولا للأشغال بجل الديب. بعد الأشغال مجال الديب ترجع فيه حركة سير ناشطة باتجاه نهر الموت. نكمل الاوتوستراد من نهر الموت حركة سير ناشطة باتجاه الدورة وصولا للكارنتينا. كمان من الكارنتينا حركة سير ناشطة من اتجاه شارل الحلو وصولا للصيفة عم تكون حركة سير كتير منيحة. عنا حركة سير كثيفة من قنط الياس الساحة باتجاه الاوتوستراد. كمان حركة سير كثيفة على الطريق البحرية من قنط الياس باتجاه بيروت. عنا حركة سير ناشطة على بولفار سن الفيل باتجاه الإشارات وصولا للصالومة الحايك حتى جسر الواطي. مدخل الجنوبي حركة سير كمان اليوم ناشطة من المدينة الرياضية باتجاه الكولا. كمان مكملة حركة سير كتير منيحة مقبولة باتجاه نفق سليم سليم. مدخل الشرقي حركة سير ناشطة من الجمهور باتجاه اليرزة. مكملة حركة سير ناشطة من الصياد باتجاه الاوتوستراد الرئيسي أمين لحود. عنا حركة سير كثيفة على آخر الاوتوستراد الرئيسي أمين لحود باتجاه الكارنتينا. كان في عنا حادث سير من شي 5 دقائق تقريبا انشال وأكيد السير إلى تحسن. أوكي. جسر العدلية باتجاه الأشرفية حركة سير كمان اليوم كتير منيحة ناشطة معنا أي ضغط سير. عنا حركة سير ناشطة من كورنيش المزرعة باتجاه الإشارات. كمان حركة سير ناشطة على برج الغزال باتجاه برج المر. بتصير كثيفة مثل كل يوم من تقاطع برج المر باتجاه شارع الحمراء. اوكي. انا حركة سير ناشطة على الطريق البحرية من عائل المريسة باتجاه الروشة. نعم. هذا بالنسبة لحركة السير. اوكي نحن خلص وقتنا، بكرة بنرجع بنحكيكم باتصال جديد. يعطيك الف عافية. بريك جديد بحلقتنا وبنرجع.